هذا بتاع زازا. زازا اليوم انت ام لزوز صغيرات، ربي يفضلهم لك وربي ان شاء الله تراهم ناجحين وان شاء الله تراهم كيف ما تحب وخير من اللي تحب يا ربي. زوز عزيب ان شاء الله ام الاولاد ربي يفضلهم. الامومه انك تكون ام لطفل واحد مش كيما ام لزوز صغيرات. وانت فنانه، ديما فما برشا بعض الفنانات يخافوا من الصغار، يقول لك الصغير هذا ينجم يعطلني عن خدمتي عن حفلاتي عن فني. صار هذا خممت فيه؟ لا لا، انا مشيت المقوله اللي قالتها لي من يرحمها الله صارت معها هكا. جاء فازا وقتي مشيت لمصر وخليت ولدها صغير، هذولي حتى ايمان كانت تسمعني وسيله يسمعوني يتذكروها الفازا حكيتها لي وحكيت زي في التلفزه، حكيت لي كيفاش ولدها واختها، يعني اختها وهي ولدين نفس الوقت، مشيت لمصر وجيت حطوا لها الصغار معقلت ولد زي اللي كان بسيف خد قاعد شهر وصغير تبدل فيسا. أنا مستحيل تربيت تعلمت ذوكم كانوا لي حاجات سيختو منيرة يرحمها كانت يسا تنصحني على صغاري على صغير وقت أجي بسيف. أنا بعد ساعات في الانستغرام بعثوا لي ميساجات يا أخي وقتاش روحت باش تقوم، يقوني مع سيف الانترينمون يقوني يقولوا بونجور ني مامون دخل من خارج القرايه. وقت ولادي راهو مش الفايده راهو نقعد معاهم 24 ساعه وانا شاد تليفون ولا تلفزه اركح اهفت امشي اجا. ليه القيمه اللي تعطيها لصغارك؟ انا ولدي عند خرج الخدمه يعرفني خارج الخدمه ماشي استوديو دي يعرف ماشي استوديو خارجه مانيش نخدم يعرفني خارجه مانيش خارج. ولا بخوف راهو تو كي جيتك ومشيت رينا زي حد في الراديون هنا مشي تعدى ترينا الصغير كيف كيف. انا وليدي لتو وميمة عندهم بيوتهم يرقدوا عندك يرقدوا عندي ما نجمش. والبنات يجوني صحابي يا بنتي شنو الحكايه هذه طفل في طولك ودار شنو لحتى بو اللي هكا ما نجم نرقد الا مش مكان ريحه. ويقول لك الصغير اشبع منه، هو صغير على خاطر كي يكبر ليه متجري ويكبر وكل شيء، لكن لازمك تعيش كل شيء مع ولدك، حاجات ثم حاجات ما لازمكش تفلتهم. انا وليت امامي حتى كي نجي نسافر باش نخدم راهم يستغربوا كذا هي راهو نوصل نخدم وغدو نروح تروح تجري ما عندكش فكره. مشيت لاخر مره دبي عملنا حفله مزينه برشا ودبي الواتساب والميسنجر ما يخدمش فيديو هبل نتهز ونتحط يصوروا لي في الصغار فيديوهات يبعثوا لك نتهز ونتحط على خاطرني ما عادش نجم نبعد عليهم برشا. حبيت تجيب بنية؟ والله انا شوف قسمته بالإله من محبة سيف حبيت ولاد بوها بنية. حبيت تهزها صغيرة زينوبة صغيرة كي تشرب الوليد مال بنت باهين راه انا بكرت بابا وبابا يحبني برشا خاطرني اسمي على اسم ماتي ربي يفضل عايشك. امي مقسمه جيب زوز نعرفش اللي قاسمين اللي بصحه عليهم مقسمين فهمني ربي ذيك ما تتربي وذاك كنز ورزق راهو رزق ماشي فلوس برك رزق راهو هنا رزق راهو صغار رزق راهو كي انت مرتاح البال رزق عائله تتلموا فرد الطاوله وتاكلوا كي وتجري بولدك ما عادش بكري على عنده حاجه قرايه ولا الاخر كشوفي هذوكم دي مو راهم ياسر مزيانين لازم تعيشهم. وربي يا ربي يعطي لكل انسان يتمنى امين يا ربي يعطي كل انسان يتمنى ولا تحرمه امين يا ربي يفضلهم لك زازا ان شاء الله يا ربي تفرح بهم. فاهمين اللي امهم فنانه فاهمين اللي امهم اليوم معروفه كيبداو معك في الشارع يراو ناس تجي تسلم عليك سورتو الكبير نتصور فيه سيف سيف بدا يعرف بدا يشوف في التلفزه اما سيف شخصيته هكا شويه قوي شويه اكلي ما يحكيش معك برشا في الثاني يلقى افيش البرا اذا بجنب يقرا زازا قول له شنو سيف خاطر نحن اسم زازا في الدار ما يدورش فهمني قال لي ما تصويرتك هاكا محدوده اختار يقرا فهمني يقرا الاسم يعرف لي انا زازا اما عمره ما التقى اسم زازا في الدار يعرف لي انا نغني لكن عمره ما حكى معايا في الموضوع هذا. عنده الحس الفني ولا نجم يكون فنان نهار انا خايفه من الحكايه هذيا انا ما تمشي معايا استوديو اخر مره واحده امين قلسي امين قول لي يجيو كعبه
نكون في الخمسة آلاف هكا. أماك سايب الطفل ونقول له مستحيل. ليش؟ متحبوش يطلع فنان؟ يحب يقرأ قبل كل شيء. ينجم يكون يقرأ فنان؟ ما نعرفش إن الفن حتى في الأكسيدونتال الرافع بالتغبة البلاد هذية وبلادنا اللي نحبها برشا مش يعطي حق العبد هذوما، حتى المتخرجي، حتى الأساتذة تاع الموسيقى، حتى الماستري، فيش تلقى مع هذيك الكل. 90% تلقى في العرب في العروسات، 90% يتعاركوا على فيش، 90% ما حبوش يعطيهم سويمهم. يعني تحبوا كان فنان فنان البرة في العالم العربي يحبوا يقرا؟ شنو يحبوا يطلع؟ ما نحبش يطلع، نحبوا يقرا ويتعلم تربي اكا وهو باش يختار في الخبر الكل. راهو رد بالكم تقول راهو صغيري باش يطلع لي بيلوت انجينيور وراه دي مامون كي دي بارونت معايا يبداو نازلين على صغارهم نازله. قول لي بالنسبه لي انا التربيه انك تقري تحطه في انتوراج به وتقري وطلع متربي قبل كل شيء. لازم يكون متربي. أيوة والله صحيح، تربية أهم من متربي. راو أنا لازم سيف حتى الناس اللي معايا في الدار ولا لازم يقول سيل توبلي وباردون وميرسي قبل كل شيء. مع الناس كل كيف كيف أنا سيفون نمشي مع بعضنا. أنا سمحني أول مرة نشقول الكلمة نمشي لسويس نمشي جمعيات صغار متوحدي مختلفين حبنا. محبش كنت وحدي باش يعرف الناس كل كيف كيف باش يتربى على الاختلاف وباش يتربى على يحترم غيره. اما الويكاند لعبت تعدي في الوتر احنا في الحي الشعبي وذاك وين الجو غادي الجو الاكيليبر فهمني. انا نحب ولدي يطلع متربي وبعديك قاري فهذيك باش يختار بطبيعته باش يختار. نحن الكل اخترنا نحن شنو نحبوا نعملوا. قلت نقطة مهمة، البلاد هذيا ما تعطيش حق للفنان للي قاري ماستير للي قاري دكتوراه وهنا نشوفوا ديجا. أنا أختي هجت، أنا أختي هجت أي برا أختي هجت قاري قرات وهجت وتخدم في خدمة مش خدمتها. كي يجيك سايس ولا زين يقول لك نحب نخرج نهار آخر بتبيعتهم مش يخرج كلمين يبينك بتبيعتهم مش يخرج. يعني أنت محضرة روحك نفسانية للشيء هذا؟ بتبيعتهم خاطر بخيسك مالوغوزمون اللي ترتيك متاعنا متاع مزلت عب شوي على برشة توجه الميسيون. ميسيون مش كانوا يقرأوا البر ما عادش فما مدارس عموميه اليوم تاع ماذا بينا تتصلح ماذا بينا مالوغوزمون المحال انا قريت مدرسه عموميه كلها انا بدي قريت ما كانش موجود هذا راه قبل ما كانش موجود. كان تعرف قبل شنو كان زازا كان اللي يعاود العام برشا مرات وبعد يخرجوه من المدرسه العموميه يمشي ليه حتى يقرا في البريفي في الحر نقولوا احنا. عملتها انا قصيت عام ما حبيتش كمل قرايتي مشيت البريفي وريت مشيت البريفي. اما البريفي بتاع قبل مش كيما لا مش كيما مش نفس الجمله اليوم مش كيما تو عباره في التاتيك وعندك الف حق معناها انا نتفهم هذا على خاطرك تشوف اضرابات احنا هما ماهمش يعديو تو ما قراو حتى شيء شقرا ولي نحكي لك حكايه. انا مثلا ولدي نحطه مع الفامي يلقى سنه ثالثه ولدي مازال غون سيكسيون شو يقولوا غون سيكسيون بريباراتوار تحضيري حاجه كيف هكا ولدي يقري المستوى نتاعو يكون خير ومتقدم عليه. علاش نحن في ليتاتيك يا ريت نصلحه ثم بيداغوجي لازم تتعلم كيما تلقى في البريفي كيفاش اثروا الصغير والصغير كذا مريض كيفاش يحكيو معاه كيفاش يكلموا لي بارون صغير ماهوش مركز ولا اجيتي شويه عيطوا لي بارون دار شني ثم بيداغوجي يعلموا كيفاش يقعدوا كيفاش ياكلوا في الكونتين. ماذا بينا البيداغوجي زادت المعلمين يكون عندهم كيفاش تنجموا يتعاطاو مع الصغير. ان شاء الله ان شاء الله هذا نتمنى. مازلنا نحن نعانيو ان الصغير المتوحد واللي ديما عندي الكلمه ذي ما نحبهاش نحب الطفل مختلف. مازلنا نعانيو اسكو يدخل يقرا في ليتاتيك ولا لا ومع شكون ولا مش مع شكون ما عندوش. فما سنتر واحد انا ديما نتفكر والد ميلي عنده ولد وربي فضله معناه يتعذب من حمل في يهبط ما نعرفش شكل بلاصه اللي منزه كان ما خانتنيش الذاكره خاطر ما فماش مراكز ما فماش معناها اليوم ما همش لهين بهم ما همش مستعرفين ثم جمعيه في الدوله ما لهمش عزيزه تاع صغار التوحد يبداو يلمدوا في حق المرافقه للصغير ما عندوش
يعني شوف اللي عنده في البلاد هذه نجم يعيش باش يزولدوا للطب يزولدوا السنتر بي هي و... واللي ما عندوش راه مشي اللي ما عندوش لا ينجم يقرا لا ينجم يداوي لا ينجم يلقى الدواء شوف بالفلوس والدواء ومريقص